فمن يتفكر في مخلوقات الله جلت قدرته يجد العجب العجاب. فانظروا إلى المملكة، مملكة النحل. أحدثكم عن قدرات العجيبة لهذه المخلوقات الصغيرة التي خصها الحق تبارك وتعالى بسورة كريمة في كتابه العظيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهناك النحل البناء، وهو الذي يستخدم الطين ويخلطه بالأعواد والأوراق ليبني خلايا. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النحل النجار، والذي بواسطة فكيه القويين يستطيع أن يحفر نفقا في الخشب الصلب، يضع في نهايته الغذاء ثم يضع البيض. مملكة النحل تعيش في خلايا، كل خلية تعيش بها الآلاف من النحل، قد تصل في بعض الأحيان إلى 100,000 نحلة. وهذه هي المملكة، مكونة من ملكة وذكور وعاملة. مملكة النحل لا تتسع إلا لملكة واحدة، وفي الخلية أيضا المئات من الذكور والآلاف من العاملات. سبحان الله. ألهمها بأن تصنع أقراصها بشكل سداسي، والشكل السداسي كما هو معروف أكبر الأشكال الهندسية مساحة. سبحان الله. ولكي تجمع النحلة الرحيق، فهي تطير على ارتفاع يتراوح من متر إلى 8 أمتار عن سطح الأرض، وبسرعة تبلغ 24 كيلومتر في الساعة. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. والنحل يجمع كميات كبيرة من حبوب اللقاح، تبللها بلعابها المخلوط بالرحيق، ثم تحملها إلى الخلية في سلال حبوب اللقاح، وهي تحمل ما مقداره 4 ملايين حبة لقاح. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. يدخل في تركيبه أكثر من 70 مادة لها أهمية حيوية. فيه شفاء للناس، له المقدرة بإذن الله تعالى على علاج الكثير من الأمراض، مثل الزكام، أمراض التي تصيب المعدة والأمعاء، وكذلك في بعض الأمراض التي تصيب الرئة والقلب. فيه شفاء للناس، مهدئ لبعض أمراض الجهاز العصبي، ويستخدم أيضا في علاج بعض الالتهابات الجلدية والتهابات العيون، وفي علاج الروماتيزم وضغط الدم. في هذه المحاضرة مملكة النحل سوف نخلط العلم بالأدب والتاريخ في حديثنا عن النحل والعسل. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدى التقوى بالرياض تقدم مملكة النحل. مملكة النحل محاضرة للدكتور أحمد يوسف الدعيج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك، وفي هذه الأمسية الطيبة. وبإذن الله سوف يكون درسنا لهذه الليلة بعنوان وأوحى ربك إلى النحل. وأوحى ربك إلى النحل، فنحن بإذن الله سوف نتكلم عن هذه الحشرة الصغيرة في جسمها وتكوينها، العظيمة الجبارة في إنجازها ودأبها ومثابرتها. فالحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة النحل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والأحاديث الشريفة التي وردت عن العسل كثيرة، نذكر منها
الحديث الذي ورد في الصحيحين عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. وفي رواية: إن أخي استطلق بطنه. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. فذهب الرجل ثم رجع فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: قد سقيته فلم يغني عنه شيئا، وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقا. ربما كان يشتكي من إسهال جلكم الله. حدث ذلك مرتين أو ثلاثا، يعني يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. كل ذلك طبعا يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك. وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالشفائين، العسل والقرآن. والأحاديث أيها الأخوة الشريفة في ذلك كما قلنا كثيرة. وإن شاء الله في موضوعنا أو درسنا لهذه الأمسية سوف نخلط أو نمزج العلم بالأدب والتاريخ في حديثنا عن النحل والعسل. في الأزمنة القديمة، ولأنهم لم يعرفوا السكر، كانوا يحلون بالعسل. إذا أرادوا أن يحلوا طعاما ما كانوا يستخدمون العسل. ولعلكم تذكرون من دروس الأدب التي تكلمنا بها أن أبناء نزار ابن معد بن عدنان، أبناؤه الأربعة مضر وربيعة وأنمار وإياد، عندما اختلفوا في قسمة ميراث أبيهم فيما بينهم ذهبوا إلى الأفعى ابن الأفعى الجرهمي، ذهبوا إلى الأفعى ابن الأفعى الجرهمي في اليمن، وهو من الحكماء القدماء، وفي القصة المعروفة التي تكلمنا بها ذهبوا إليه ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. فلما ذهبوا إليه قدم لهم فيما قدم من طعام، قدم لهم العسل اليمني ليحلوا به بعد الغداء. وفي الجاهلية تفاخروا مرة فقال الشاعر والحكيم الجاهلي أمية بن أبي الصلت الثقفي: ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم، فرأيت أكرمهم بني الديان. البر يلبك بالشهاد طعامهم، لا ما يعللنا بنو جدعان. فالشاعر هنا يتكلم عن بني الديان وعن كرمهم الأسطوري. وبنو الديان أيها الأخوة كانوا يخلطون البر، وهو دقيق القمح، يخلطونه بالشهد، والشهد هو العسل الذي لا يزال في شمعه. وكما تذكرون من دروس الأنساب فإن بني الديان هم بنو عبد المدان ابن الديان، بنو الديان هم بنو عبد المدان ابن الديان، وعبد المدان اسمه عمرو بن الديان، والديان اسمه يزيد. وهؤلاء بنو عبد المدان هم زعماء مذحج القحطانيين، ومذحج هم سادة اليمن في ذلك الوقت. لذلك يقول الشاعر، يعني يتكلم عن مجد بني الديان، يقول: فلو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المدان، لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. طبعا عبد الله بن جدعان لما سمع مدح أمية بن أبي الصلت، لما قال البيتين عن أنهم يخلطون البر بالشهد، وعبد الله بن جدعان أيها الأخوة هو تيمي قريشي من بني تيم بن مرة، وهو من سادة قريش وسادة العرب،
وهو من أثرى العرب في زمانه، وهو طبعا عبد الله ابن جدعان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، وهو ابن عم سيدنا وسيد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أبو بكر الصديق، إذ أن الصديق رضوان الله عليه اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة هو عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب، إذن يلتقون في عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة. أقول لما سمع عبد الله بن جدعان بما قال أمية بن أبي الصلت في مدحه لبني الديان، وهم أيضا بنو الديان بالمناسبة هم أيضا أخوال الخليفة العباس الأول أبي العباس السفاح، هم أخوال السفاح كما تعرفون، الخلفاء العباسيون ثلاثة منهم فقط أمهاتهم حرائر، والأربعة والثلاثين خليفة أمهاتهم من الجواري كما تكلمنا في دروس التاريخ السياسي للدولة العباسية. أقول لما سمع عبد الله بن جدعان بما قال أمية بن أبي الصلت أمر بإرسال 2000 بعير إلى الشام لتحضر له البر والشهد والسمن، ثم أمر أن يخلط في جفنته العملاقة البر والشهد بالسمن، وأمر مناديا في كل ليلة يرتقي سطح الكعبة ويصيح قائلا أن هلموا إلى جفنة ابن جدعان. فلما رأى أمية بن أبي الصلت رأى ذلك، رأى ما فعل عبد الله بن جدعان، هاله ما رأى وشاهد، فجادت قريحته فقال مادحا ابن جدعان: له داع بمكة مشمعل وآخر فوق كعبتها ينادي إلى ردح من الشيزي ملء لباب البر يلبك بالشهاد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقد كنت أستظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان صكة عمين، صكة عمين يعني وقت الظهيرة. ولما سألت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها الطاهرة ابنة الصديق، لما سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان قائلة، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة له: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان هذا الكرم وهذا يعني الاهتمام بالضيوف من باب المفاخرة، والحقيقة لم يكن قد أسلم، فلذلك لما سألته قال إنه لم يقل يوما، قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي مرة كان الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور في مجلسه، وتذاكروا هذه الآية من سورة النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهم يتذاكرون هذه الآية، قال أحد المتزلفين من البطانة مفسرا هذه الآية لكي يتقرب من المنصور، فقال مفسرا لهذه الآية: يا أمير المؤمنين، المقصود بالنحل هم أهل البيت والشراب القرآن. فرد عليه أحد الحاضرين من الظرفاء، رد عليه بخبث قائلا: جعل الله طعامك وشرابك ما يخرج من بطون بني هاشم. فضج بالطبع الحضور بالضحك وانقلب نفاقه عليه استهزاء. في أشعارها تقول العرب الكثير من الأبيات عن العسل، فأعجبني الحقيقة هذان بيتان، يعني وجدتهما في أحد كتب الأدب. يقول الشاعر: رزق الضعيف بعجزه فاق القوي الأغلب، فالنسر يأكل جيفة والنحل يأكل طيبا. وفي ذات المعنى أيضا يقول شاعر آخر:
رعت النسور بقوة جيف الفلا، ورعى الذباب الشهد وهو ضعيف. نعم، هذه ربما أيها الأخوة يعني قد تكون مقدمة أدبية، ودعونا أيضا نعرج بكم في طرائف وحكايات تاريخية لها علاقة بموضوعنا. في أثناء الحملات العسكرية الكبيرة للفاتح الشهير اسكندر الأكبر المقدوني، هلك هذا الفاتح في القرن الرابع قبل الميلاد بعيدا عن بلاده، فقام قادته بغمس جثمانه في العسل حتى يحفظوه من البلاء، وعادوا به إلى بلاده ودفنوه. وفي سلسلة التاريخ السياسي المغرب والأندلس، إذا تذكرون تكلمنا عن عيسى بن يزيد المكناسي مؤسس دولة الخوارج الصفرية في مكناسة في المغرب، وقلنا بعد أن بايعه الخوارج الصفرية زعيما عليهم ثار عليه الزناتيون الصفرية في السنة 55 بعد 100 الهجرة لأمور أخذوها عليه، فقبضوا عليه وربطوه في شجرة في سفح جبل ولطخوه بالعسل وتركوه فريسة للأسعات الزنابير والنحل. كانت طبعا لسعات قاتلة كما سوف نتكلم عن خطورة هذه اللسعات. والعسل أيضا أيها الأخوة وعبر التاريخ استخدم كوسيلة فعالة لقتل الأعداء والخصوم في عمليات الاغتيال السياسي، وذلك بدس السم الزعاف بالعسل وسقيه لمن يريدون التخلص منه. والأمثلة على ذلك كثيرة، ربما نذكرها في مناسبة أخرى غير هذه. ومنذ العصور القديمة جدا اشتهر سكان جنوب الجزيرة العربية في اليمن وعمان بتربية نحل العسل، وتمكنوا من استئناس سلالات من النحل البري، وبنوا لها خلايا في سفوح الجبال وفي الكهوف وفوق الأشجار، وكذلك حفروا لها تجاويف في جذوع النخل كما هو الحال في عمان لكي يبني النحل خلاياه فيها. ولذلك تجد العسل اليمني والعماني من أجود أنواع العسل، وخاصة الحقيقة في هذه الأيام العسل اليمني الذي يحضر من وادي دوعن في حضرموت، العسل دوعن يسمي. في سلطنة عمان في هذه الأيام بالطبع اهتمت وزارة الزراعة بمشاريع تربية عسل النحل، ولذلك فإن إنتاج العسل أصبح كثيرا وجيدا ويتم على أسس علمية صحيحة. الآن أيها الأخوة دعونا نتكلم عن الجوانب العلمية في درسنا لهذه الأمسية، وسوف نتكلم بداية عن النحل ثم عن العسل. وفي حقيقة الأمر عندما يذهب أي منا إلى المكتبات يجد العشرات من الكتب التي تتكلم عن النحل والعسل، كذلك عندما تتناقش مع أحد المهتمين بتربية النحل وإنتاج العسل وما أكثرهم في أيامنا هذه تجد عندهم الكثير من الأمور العلمية المثيرة التي تتعلق بهذه الحشرة الطيبة وشرابها المبارك. ومن ضمن الكتب الكثيرة التي قرأت عن النحل والعسل أعجبني كثيرا كتاب لدكتور روسي اسمه دكتور يويرش، وطبعا دكتور من العهد السوفيتي ربما يكون أوكرانيا أيضا، واسم الكتاب اسم الكتاب هذا الذي قرأته اسمه الكتاب العلاج بعسل النحل. وهذا الكتاب ترجمه إلى العربية دكتور محمد الحلوجي، وهو من إصدارات دار القلم في لبنان. هذا دكتور يويرش ربما يكون أوكرانيا في العهد السوفيتي البائد، هذا الدكتور كان رئيسا لأكاديمية العلوم الطبية في مدينة كييف أوكرانيا في الاتحاد السوفيتي. أقول السبب الحقيقة في إعجابي بهذا الكتاب هو ترابط معلوماته، هو ترابط معلوماته وغزارتها، مما يدل على دقة الترجمة من الروسية العربية. وبالطبع أنا لا أعرف الروسية،
حتى أحكم على الترجمة، ولكن الحقيقة دقة المعلومات وترابطها يدل على ذلك. ومن يتفكر أيها الأخوة في مخلوقات الله جلت قدرته يجد العجب العجاب. فانظروا إلى المملكة النباتية وعجائبها، وإلى الحيوانات وغرائبها، فهذا عالم الأسماك والأحياء البحرية، وهو عالم زاخر بثرواته وبغرائبه، وهذا عالم الحشرات وهو عالم مهول. فالحشرات تشكل ما يقارب من 80% من الحيوانات على الأرض، 80% من الحيوانات على الأرض المملكة الحيوانية هي حشرات، ولم يتم تصنيف إلا أكثر من 1,000,000 نوع من الحشرات، التي يقدر العلماء أن أعداد أنواعها تتراوح بين 2.5 مليون و10 ملايين نوع. يعني نحن لم نعرف إلا فقط، لم يصنف العلماء إلا 1,000,000 نوع من الحشرات، وهناك ربما أكثر.